السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في اكسيا، واليوم يوم التخفيضات. جيت نشوف شنو داروا في التخفيضات اليوم، بقاو معايا. واول حاجه غادي نديها لكم في التخفيضات هما هاد السلات اللي هما نتاع الحديده، ولكن هذا كيبان بحال هو اللون تاع الخشب. كنت وريتها لكم في الجوالات، كاين فيها اما هذا اللون او اللون الاسود، تحطوا فيه اي حاجه بغيتوا. رجعوا 3 أورو و39 سنت. وكاين تخفيضات حتى لهادو اللي كتحطوهم فوق الطاوله، كتحطوا عليهم التبصيل او في الديكور. كاين اما اللون الاسود او اللون الابيض، وكاينين هادو غادي نوري لكم. هادو اللي ما كيجيوش هكا منقوشين من الداخل، رجعوهم 99 سنت. وكاين تخفيضات حتى لهاد الكره الارضيه اللي فيها اللون الاسود وفيها اللون الذهبي، رجعوها ب 4 أورو و99 سنت. وداروا تخفيضات حتى لهاد الكاشات، هادو فيهم 140 على 180 سنتيم، كاين البني كاين الكري، رجعوهم 7 أورو و95 سنت. وكاين تخفيضات حتى لهاد الكراسي اللي هما كاملين تاع الخشب، عندهم 4 نتاع رجيلات اللي هما تقالين كما كتلاحظوا. هادو ما داروش الثمن ديالهم. وكاين تخفيضات حتى لهاد الكؤوس اللي فيهم شميعه للداخل، من نتاع الدجاج ومن نتاع الخشب، وفيه الالوان على حسب الريحه اللي كيعطي، رجعوا 3 أورو و99 سنت. وكاين تخفيضات لهاد المناديل نتاع المواعن اللي كنمسحوا بهم المواعن، كاين اما هذا او هذا، وفيهم حتى الالوان كما كتلاحظوا، الاحمر الازرق، كاينين هاد اللون، كاينين هادو، رجعوهم بأورو و28 سنت. وداروا تخفيضات حتى لهذا اللي كيمشي هكا في الدوش، تواليت او لا في الدوش، اغلبيه في الدوش، للثمن ديال اورو، رجعوا 3 أورو و99 سنت. وكاين تخفيضات حتى لهاد الكراسي اللي هما نتاع السياره، كنت وريتها لكم حتى هادو في الجوالات واحد المره. كاين هادو نتاع البنيتات، هادو نتاع الوليدات، او اللي كيبغي هكا سامبل اللون الاسود او اللون الكري، رجعوا 8 أورو و99 سنت. وداروا تخفيضات حتى لهادي، هادي اللي كتمشي هكا السمطه، راكم عارفين مع الوليدات كي ديك السمطه نتاع السياره كتعذبهم، وهادي زوينه. كاين هاد اللون تاع البنيتات، وكاين اللون تاع الوليدات او اللون الاسود. وكاينين هادو كيقولك لكم في الجوالات نتاع السياره نتاع السراجب، اللي فيهم جوج في الباكيه، وفيهم حتى هادو الالوان، رجعوهم بأورو 49 سنت. وكاينه حتى هادي، حتى هادي وريتها لكم في الجوالات، هادي اللي كتحطوها مورا الكرسي نتاع السياره، هكا يحطوا فيها اللوازم ديالهم الاطفال. كاين هادي نتاع البنيتات، اللون نتاع الوليدات او سامبل، رجعوهم 2 أورو و39 سنت. ولاحظت اليوم داروا تخفيضات بزاف في العنايه نتاع الشعر، هادو اول مره كنلاحظهم ودخلوهم في التخفيضات. هذا اللي كيدير لوكال 8 أورو و49 سنت، وفيهم الوان زوينه، كاين هذا اللون وهذا، وكاين حتى هذا تاع الشعر 8 أورو و49 سنت. بحال هذا كنت وريتها لكم في الجوالات اللي فاتوا، هاد المجفف نتاع الشعر 8 أورو و49 سنت. هادو كاملين بنفس الثمن اللي رجعوهم. وكاين تخفيضات حتى في هاد المرايه للتحت نتاع الخشب، اللي هي كطول فيها المرايه في جوج جهات، وفيها اللون نتاع الخشب من التحت او اللون الاسود، رجعوها ب2 أورو و49 سنت. وداروا تخفيضات حتى لهاد المشاطير تاع الشعر، كاين هاد اللون وكاين هذا بأورو 99 سنت. وكاين هذه الفوطه نتاع الدوش تاع الشعر بأورو 19 سنت. وداروا تخفيضات حتى لهادي اللي كنديروها هكا على الشعر، هاد الباندا الا بغيتوا ديروا الماسك او لا تغسلوا وجهكم او لا ديروا شي كريمه، وفيها الالوان ب 89 سنت. وكاين تخفيضات حتى لهاد العطور، كاين هاد العطر رجع ب 8 أورو و49 سنت، كاين هذه راه هي ماركه ب 14 أورو و99 سنت، وكاين هاد العطر نتاع الجسم ب 5 أورو و95 سنت. وكاينين هادو، هذه ماركه عاديه ولكن الريحه ديالها ما عرفتش، حيت شميت واحد المره الريحه نتاع هذه، لا علاقه. المهم هذه رجعوها ب 7 أورو و49 سنت، هذه رجعوها ب 7 أورو و99 سنت. وداروا تخفيضات حتى الماسكات نتاع الرجلين، كاين هذه نتاع الحامض
كاين هذا نتاع العنب اللي يرجعهم 89 سنت، وداروا تخفيضات حتى لهاد الانارات اللي خدامين بالطاقه الشمسيه اللي كتغير الاضاءه ديالهم، هادو رجعهم 2.39 سنت. وكاينين هادو اللي كيجيو طوالي رجعهم 2.89 سنت، وهادو كبارين كاع 3.39 سنت. وداروا تخفيضات حتى لهاد الحقائب اللي هما خاصين هكا البحر ولا البيسيت، وفيهم اي حاجه بحال الفواد اللوازم تاع الكريمه تاع ضد الشمس، وفيهم هكا الالوان والاشكال 5.95 سنت. وكاين حتى هاد الحقائب، حتى هادو غادي يصلحو هكا البيكنيك والبحر 3.99 سنت. وكاين تخفيضات حتى لهاد الكرسي تاع البحر، هادو رجعوهم 7.99 سنت، واللي فيهم الالوان. وداروا تخفيضات حتى الالات تاع الحلاقه تاع النساء اللي هذه فيها 4 تاع الرؤوس ب 4.29 سنت. وكاينه هذه ما داروش الثمن ديالها. وكاين تخفيضات حتى لهاد الحقائب نتاع الاطفال، هادو اللي غادي يمشيو هكا الحضانه، من غير الحضانه اولا الروض اولا يقدروا هكا السفر يحطوا فيهم اللوازم ديالهم وفيهم الالوان، رجعوهم 2.99 سنت. وداروا تخفيضات حتى لهاد الطاوله، هذه الالعاب تاع هكا الاطفال، منها طاوله كيلعبوا فيها بحال الفريريمال اولا تكون بحال طاوله هكا نتاع الرسم والتلوين، اولا يحطوا فيها الماء اللي بغيتو ب 14.95 سنت اللي رجعوها. وكاين تخفيضات حتى في دوشكيل نتاع الريجر تاع ماركه نتاع اديداس، وفيهم الانواع ب 69 سنت. وكاين حتى هاد الدوشكيل اللي هو نتاع الكوكو اللي هو كبير بزاف، فيه 650 مليلتر ب 79 سنت. وكاين هذا نتاع دوشكيل تاع ارغان بنفس الثمن اللي رجعوه. وكاينين هادو هاد سبراي اللي هما خاصين تاع هكا البيسي والبحر على الشمس اللي فيها الدرجه 30، هادي ب 3.29 سنت. وكاينين هادو نتاع 15 3.29 سنت. وكاين تخفيضات حتى لهاد التيشورتات نتاع النساء، كاين الاسود كاين اللون الابيض ب 3.49 سنت. وكاين هاد اللبسه اللي كيلبسوها هكا كامله نتاع النساء فيها الالوان، رجعوها ب 5.95 سنت. كاين حتى هاد الاحذيه تكون تاع بلاستيك هكا البحر ولا بيسين، كاين هاد الشد هكا وهاد اللون 3.99 سنت. وكاينين حتى هادو هاد الاحذيه تاع بلاستيك، كاين الوان تاع الرجال والوان تاع النساء 3.49 سنت اللي رجعوهم. وكاين تخفيضات حتى النظاظر، كاينه هادي وهادي نتاع الاطفال تاع سبايدر مان او نتاع هاد الرسوب تاع البنيتات ونتاع الوليدات اللي رجعهم 99 سنت. وكاينين هاد النظاظر نتاع النساء 2.69 سنت اللي رجعوهم. وكاين تخفيضات حتى لهاد القشر، كاينين هادو اللي فيهم جوج في الباكيه، كاين الاسود والابيض 1.48 سنت، وكاينين هادو فيهم خمسه فيهم هاد الالوان بجوج 2.48 سنت. وكاين تخفيضات حتى لهادو اللي كنحطهم في المجمد باش كيخليو لينا الحاجه الا حزيناها هكا في البيكنيك اولا في السفر تكون بارده، رجعوها ب 72 سنت. واما في المنتوجات الغذائيه داروا تخفيضات لهاد العطريه او للمنسمات اللي رجعوها ب 45 سنت. وكاين حتى هاد الام اند امس 3.29 سنت. وكاين تخفيضات لهاد البسكويت ب 2.15 سنت. وكما كتلاحظوا هادو هما التخفيضات اللي داروا اليوم اكسيو، غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.